يقول السائل: ما حكم الولد الذي يتصرف بحقوق والده بدون حاجة ولا يأذن له والده؟ وما حكم الوالد يتصرف في حقوق ولده للحاجة الماسة؟ أما الوالد فيجوز له أن يأخذ من مال ولده ويتمول من مال ولده ما لا يضر الولد، ما يضر بالولد، لكن يأخذ الشيء الذي لا يضره، قوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ما لم يصل إلى حد الإضرار بالولد، أما الولد فلا يجوز له أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه، لا يجوز له أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه لئلا يغضب والده. وأيضا مال الإنسان محترم ولا يجوز أخذه إلا بإذن صاحبه، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. نعم.